طب بمناسبة بقى الفندق والتليفونات، حصل موقف كده معاكو في ماتش السوبر ده السوبر من جماهير نادي الأهلي، وكان في تدخل من كابتن جوهري الله يرحمه عشان يحد المشكلة دي، ايه اللي حصل؟ اول فعلا النادي الأهلي كان قاعد في فندق تاني، بس جمهوره كان موجود في الفندق اللي احنا جمهور معاكم جمهور مش مع الفريق. جمهوره كان موجود معانا في الفندق، جمهور ما يتعداش مش نسبه كبيره يعني. فانا فوجئنا فعلا، التليفونات كانت بترن، انا واحد من الناس كانت التليفونات بترن في اوضتي. انا فوجئت على الساعه 12 كده بالليل، دخل الكابتن محمود سعد يا اخوانا، بعد هو دايما بيتعود يلم الجاكات بتاع التلفزيونات، مش حد يتفرجوش عشان ما يتفرجوش، لكن فوجئت ان هو لم التليفونات، حتى شال الفيش، ما حدش استعمل، ما حدش يطلب حاجه، لان فعلا انا حسيت كان بيرن كذا مره. انا بتكلمك على الاوضه بتاعتي انا شخصيا، يرن مره واثنين وقمت من نومي يعني بيتصلوا بيكوا في اوقات متاخره، يرنوا ومحدش بيرد، يرنوا ومحدش بيرد. فدي كانت ممكن تكون كله حسب احساب الجمهور اللي موجود معانا، جمهور النادي الاهلي جابوها في الجمهور يعني. قله قليله، مش النادي الاهلي، قله موجوده طبيعتها كده.